السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل شكل الاجنحة، وشكل الاجنحة انت ممكن تجيبه كده على طول من غير ما تتفرج على الفيديو، جناح هنا وجناح هنا وخلاص كله تمام، بس عمرك ما هتطلع شكل مظبوط غير لما يكون ليه مقاس. والمقاسات اللي هنستخدمها في شكل الاجنحة مقاسات بسيطة خالص، عبارة عن مثلث بنرسمه وبنجيب على اساسه الشكل. طيب هنبتدي ازاي؟ اول حاجة هنبتدي بيها هتعمل خط صغير خالص خالص كده، عبارة عن 2 سنتي او 3 سنتي، ده هيكون في منتصف الجناحين، يعني ده اللي هيفرق ما بين الجناح ده والجناح ده. طيب تمام، هتيجي من فوق الخط ده كده وتجيب حاجة كده مستقيمة زي دي وتعمل نقطة بالطول. طيب النقطة اللي بالطول دي يعني مقاساتها ازاي؟ مقاساتها على حسب طول الجناح، يعني انت مثلا عايز تخلي الجناحات طويلة، ده براحتك انت بقى، خلي المسافة دي طويلة. تمام، فانا هنعمل مثلا مسافة كده هنا مثلا، تمام هنا كده. طيب دي لازمتها ايه؟ دي لازمتها ان احنا هنجيب عرض الجناح عن طريق النقطة دي. خلي بالك النقطة دي لازم تكون فوق الخط الصغير اللي احنا عملناه تحت. طيب عرض الجناح برضو على حسب ما احنا عايزين، عايز تعمل جناح طويل قوي هتكبر المسافة بتاعت العرض، عايز تعمل على حسب يعني المساحة بتاع العرض دي على حسب ما انت عايز. طيب تمام، احنا دلوقتي هنعمل المسافة دي، يبقى هتيجي هنا كده وتروح جاي حاطط نقطة علشان ده عرض الجناح، وخلي بالك من العلامة دي كويس عشان هتعكسها كده اهو، وتجيب عرض الجناح التاني كده اهو. كده يبقى انت جبت عرض الجناح من هنا وعرض الجناح من هنا. طيب هتوصل بقى النقطتين دول، النقطة دي هتوصلها بأول بالحرف اللي على اليمين من الخط الصغير اللي احنا عملناه، والنقطة دي هتوصلها بالحرف ده اللي احنا عملناه كده اهو. طيب انت كده عملت شكل مثلث. طيب تمام، الضلع اللي هنا ده ملوش اي لازمة، عايز تعمله اعمله، مش عايز تعمله كده كده لو عملته هتشيله تاني، يبقى ملوش اي لازمة، انت بس هتعمل المثلث ده علشان هنكمل بيه الجناح. طب هنبتدي ازاي؟ هتبتدي ممكن تبتدي من الجناح اليمين او الجناح الشمال، ده يعني براحتك. هتيجي من فوق هنا كده من اول الخط وتاخد قوس بالطريقة دي كده، قوس من اول النقطة فوق لحد تلت الخط كده، وتروح جاي عامل عكس الدوران ده، عكس القوس ده الجنب التاني كده اهو، وتنزل كده. كل ده احنا عملنا الخط ده عشان الجناح ما يطلعش حتة كبيرة قوي وحتة صغيرة قوي، لا احنا كده ماشيين على الخط ده اهو. طيب الشكل ده لازم اعمل الشكل ده، ممكن ما تعملش الشكل ده، ممكن تعمل بس قوس كده وتنزل كده اي شكل، يعني هو الجناح اللي انت بتعمله ممكن تعمله باي شكل وباي طريقه. نفس الكلام اللي عملته الجنب ده هتعمله الجنب ده برضو، قوس اهو وعكسه الجنب التاني، وتنزل كده بالدورانات دي. تمام، بعد كده بتوصل النقطة اللي هنا دي بتاعت بداية الحرف ده بالنقطة دي على طريق عن طريق دوران كده، الدوران ده هيكون هو شكل الجناح، يعني الدوران ده كده بس بخط خفيف علشان مش هنحتاجه، هنمسحه تاني بس عشان نطلع شكل الجناح مظبوط. برضو قوس من هنا كده هتعمله يوصل بالنقطة دي على حسب برضو ما انت عايز، عايز تخلي الجناح طويل لتحت يبقى هتنزل بالقوس لتحت، يبقى القوس ده على حسب رغبتك في شكل الجناح. تمام، هنبتدي بعد كده بايه؟ هنبتدي بعد كده هتعمل الريش من فوق، ممكن تعمل الريش من تحت وممكن تعمل الريش من فوق، بس الاحسن ان انت تجيب الريش من تحت من فوق علشان يجي معاك مظبوط بالشكل الدوراني اللي احنا عملناه ده. طيب في حاجة كمان، انت دلوقتي عايز تعمل في الجناح كام طبقة من الريش، يعني في طبقة هنا وطبقة هنا وطبقة هنا وطبقة هنا، اكيد الجناح كله مش ريشة واحدة. طيب لو هتعمل مثلا 4 طبقات،
يبقى هتيجي من هنا كده وتاخد اول طبقة، برضو لازم تخلي فيه دوران تمشي عليه عشان الدوران بتاع الريش يكون شكله مظبوط. تمام، ده تاني دوران، ده تالت دوران. حاول تعملهم بشكل خفيف كده عشان الدورانات دي هتمسحها، وبرضو المثلث ده هنمسحه مش هنكمل بيه. تمام، هتروح جاي نازل من هنا كده بأول ريشة، أول ريشة هتنتهي عند الدوران الأخير ده، عشان عند الدوران ده هنعمل ريشة تانية لتحت اهو. طيب احنا كده خلي بالك ماشيين على الدوران اللي احنا رسمناه في الاول ده، يعني لو جيت رسمت دي كده هتلاقيها ماشية على الدوران اللي احنا كنا محددينه في الاول. دي كده كانت اول ريشة من فوق. طيب تاني ريشة هتيجي عند الدوران الاخير اللي احنا عملناه ده، وتطلع من الخط ده للخط ده كده اهو، وتعمل هنا كده العظمية الكبيرة بتاع بداية الجناح من فوق. تمام، وتعمل الريشة اللي من تحتيها. خد بالك برضو ماشي على الدوران ده وبنتهي عند الدوران اللي تحت ده، عشان هنا في ريشة تانية. الريشة التانية بتطلع من الدوران اللي تحت لحد الخط بتاعها كده اهو. اخر ده اخر ريشة تمشي برضو على الدوران بتاعها. نفس اللي عملته هنا هتعمله الجنب التاني. طيب انت كده خططت الجناح، مش محتاج الخطين دول ومش محتاج الدورانات اللي انت عملتها دي عشان ترسم الريش، يبقى هتمسح الخطوط دي واي حاجة انت مش محتاجها امسحها. كده انت مسحت كل حاجة ما عدا الريش اللي انت رسمته. طيب الريش بيتلون ازاي؟ الريش بيتلون ليه كذا طريقة للتلوين، ودلوقتي هنعرف ازاي بتلون الجناحات. طيب طريقة التلوين، طريقة التلوين برضو على حسب ما انت عايز، انت عايز تعمل الجناحين فيهم الوان كتيرة ولا فيهم الوان بسيطة ولا بلون واحد. ممكن تعمله بلون واحد وهنعرف ازاي. هتلون الريش كله بلون واحد، وهتحدد بس شكل الريش بالاسود ده كده بلون واحد. طيب بكذا لون او الوان تانية بس بسيطة، يبقى هتعمل كل طبقة، كل طبقة يعني مثلا ممكن تعمل طبقتين لون وطبقتين تاني لون، هم اربع طبقات، واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى هتعمل دي وتسيب دي وتعمل دي، يبقى كده اللي دي واللي في النص لون ودي والاخيره لون، يبقى دي كده الوان بسيطه. طب لو عايز تعمل الوان كتيره يبقى هتعمل دي لون ودي لون ودي لون ودي لون. يبقى طريقه التلوين برضو على حسب ما انت عايز. دلوقتي احنا هنعمل اللي فيها الوان بس بسيطه، اللي هو هتكون الجناح هيكون عباره عن لونين، الاولانيه لون واللي في النص لون واللي من تحتها لون ودي لون. طيب تنسيق الالوان لازم
تنسيق الالوان ده على حسب المكان اللي هتعمل فيه الاجنحه. يعني مثلا لو هتعمله عندك في البيت يبقى لازم تعمل الوان بسيطه وهاديه. لو هتعمله مثلا في سور كبير في الشارع يبقى هتكتر في الالوان وتعمل الوان واضحه. طيب تعالوا نلون كده. بالنسبه لانواع الالوان وكده هقول لك على انواع الالوان اللي انا استخدمتها واحسن الالوان اللي انت ممكن تستخدمها، بس في نهايه الفيديو ان شاء الله. طيب انا عملت الطبقة اللي هي اللي بره خالص دي، وبعد كده هسيب الطبقة اللي بعديها وهعمل الطبقة اللي بعديها. هيبقى عندي كده طبقة هنا وطبقة في الاول خالص اللي هو باللون التاني. بعد كده بتجيب اللون التاني ايا كان لونه وتعمل دي ودي، تملاهم كده زي ما مليت دي. كده ناقص تحديد الريش باللون الاسود. بس خد بالك وانت بتحدد الريش باللون الاسود لازم تطلع في نص الريشه كده خط اسود على سبيل ان ده العضمايه اللي هي بتبقى عضمايه الريشه، العضمايه اللي بتبقى في نص الريشه دي.
زي ما شفنا التخطيط سهل والتلوين برضو سهل. وبالنسبة للخامات اللي انا اشتغلت بيها، انا اشتغلت بالوان فسفورية. طب الالوان الفسفورية تختلف عن غيرها؟ الالوان الفسفورية تختلف عن غيرها ان هي مضيئة، يعني لو طفيت النور الالوان دي بتظهر. طيب ممكن تشتغل باي نوع دهان، ممكن تشتغل ببلاستيكات، بزيوت، بلاكيات، باي حاجة. وممكن لو هتعمل الشكل ده على سور في الشارع او هتشتغل في اي مكان في الشارع، ممكن تستخدم الاسبري. حاجة واحدة عملتها بعيد عن الكاميرا عشان الامانة، بس انا عرضت العظمتين بتاع الجناح دول بالاسود علشان دي العظمية الرئيسية بتاع الجناح، من هنا ومن هنا، وانا بعملهم الكاميرا كانت مطفية. كده خلصت الفيديو، هسيب لك في صندوق الوصف اللينك الفيسبوك بتاعي، وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير الفيديو وتشترك في القناة. واشوفك الفيديو التاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.